قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. قلينا إن شاء الله الشيخ عبد الله مطرود. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نبدأ داود يا الملك استوى الدنيا ذيك جسوجنتين. هل كان يوا هون كابل تي في؟ وبرنامج كأني هجاه إسلام كا. حتى بما أنت برنامج كأني هجاه إسلام كا. وحينو حلقة دن aynu kaga warami doonaa halqada aynu ugu magac darnay qurxinta quraanka. Halqadan aynu ku soo casuunay qaari kamira quraada quraanka waxay warsame aynu ku soo casuunay aan waxaynu insha Allah ta'ala gudageli doonaa halqadeenii qurxinta quraanka oo horeyn iyo ogolaada inuu soo dhaweeyo qaari warsame ku soo dhawo qaari. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. مرك هريوان سلام يا دمان داو ضياشا مرك حيكتا واح سلام يا دمان باهد هون كيبل تيفي وعاو هالكن يقوسو عسونتي كأد من سلام يا مكاقا من هذا لنا سيدو كلانا قلنا نكسو دويننا وحينو إن شاء الله تعالى أينو كرة حيسان دونا أو أينو وذا سوغنا قاريغا ما أنتينو عسو من قرآن كا كلام كا اللي أو إنو قدو الأخري دونا وغرين وحينو كعصاننا مرلبات إنو قو سو دوينينا قاريغا إنو قو فرفرا كلام كا اللي أحايات كاميدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا.
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا صدق الله العظيم إلهي آيات القرآن الكريم كا وشيخ ينقد الأخرير هكذا سايسيو إنقنا الله سبحانه وتعالى ينقد وكوي كوانفع وحينو قدقلي دونا برامش كيني إنتا آيات كالا ينو أخرينا وحيو هردع وحيين برامش كينا قرحين تا قرآن كا وحينو أغهرين با أينو شيخ قاريق القرآن كا أينو ويدين دونا قاري ورسامي تاريخ نولد كي سو كوبان حالكي و يعني القرآن بلوغي ساعة بلوغي علومة وبلابي وكسوة بلابي يحاطن وحويان علمي وفرحكو هيا ودكتو بسم الله الرحمن الرحيم نهارت مقعي الصدحان ورسامي عبد الساق محمود وحان كنو لهاي مقالة هرقيسة القرآن وحان كو بلابي يران تيدي وحان كو حفتي القرآن أنا تضبيه تمنشرة إنتا صورنا حسو ذي قرآنك ومربع عن ميل كودي جنيي أما مربع مدرسد مركا في الله الحمد إما كان وحا وضع دكي قراءاتك أي وضع يمكن ما شاء الله جزاك الله خيرا رنتي وحدكو بالغيران وحانتكو حفتتي هذيك إسلاقان كاركي ونكسو بحي هذا نوع هذا تصحيح انتي قرآنك إلهي حق هذا من تصحيحنا سيدا وانت هرب وغصف الله حدنا الله سبحانه وتعالى قفو ضيو هنتي مراحل كالدوان أيات سوى مرسيسة شكتي وعالمين أما مدارس كالدوان أيات سوى مرتي معالنك هاي انتي وغبان ميد أتسول لأسنتي أما لسوى شكتي قرآنك كل مي منو شيك كالدوان ها ودي شيء كرا وقرآن كانوا إمكا مركان دميني كمان دمين مدرسة ومركي يعني مدرسة ده أذوق بحي هي وحيوي مادي معالي بقولي قال يقول كاني معالي كي بقرآن كي ودي فلله الحمد معالي كي بإيد مي قرآن كا معالي كان بيجي سعد عبد السمد بلدا ما شاء الله الله خير القرآن كقولي كيف كقولي متابع القرآن كقولي كقولي كيف أذكر حفظنا جزاك الله خيرا وياي هاي رنتي وها أن أركا أمان أرك رجنا أتيه أو بره بيشلك صنم القرآن كأخرين أيام إلا يمسك شيخ أياد أتكوا كأخرين كرتا القرآن الكريم كا
والله يا دي ترى هان الله شيغو ترى هان كومي شيغي كرو وما تيرين بولي مركادو والله يوي تيري بولي لا عدد ترم لها لا عدد ما شاء الله الله كبرك يا يو مركا انت سورن كرتو ما انت كوي يلابا او هبل ايه هبل ايا اتكو غان ات وفي عناي دلبا حنو شيخ يرتاكو شيخ يدا والله فلله الحمد ارتوي جران دور شيخ وان اد اتكو يدو هايو وإلى هين اي فذي دي وحاكم ذا الشيخ دنتي رحمه الله الشيخ علي جابر الشيخ خاصة كم ذا يو الشيخ يكلا أوبضن عفاسي كتشرو كاوسس واي يدو اينو علماء داس مشايخ دا قرآن كريم كا ايو قاريجينا ورسام ايو نوو آخري دونا عدد كوغا اينو ودا سوكي دونا وحاينو حتى كسو دوين دونا الشيخ جابر سوغا بالعود كيسي كو آخرين ايا كسو دوين شا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غضاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحصنون صنعا صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم وحبت مدابا حتي مقال كاغا لغا تشروين ويهي شيخي وبرتاته الله قو الله ينوغا انفعو آياتك قرآن كريم كا شيخنا على جساك akasiyo aan waxaynu ku sii socon doonaa qaybaadkii aynu ugu talagalnay barnaamijkeenan aan jirtaa dadka qaar waxa aamsan yihiin inuu yahay quraanku shay adag oo taab la mushkilad iyo dhib fara badan ama ciyaalka ha noqoto ama dadka waaweyn ba ha noqoto waxa jiraan naxdu quraanku waa adag yahay dadka saas oranaya fariintaad halkan uga dira saamaxayta horta wallahi quraanka marka la eego quraanku ma adka oo ilaahay ba quraankiisa ku sheegay aayad macnaha sheegaysa inuu quraanku fudud yahay aayadaas oo ah walaqad yassarna alquraana lidhikri fahal min mudhakkir quraanka ilaahay uu fududeeyay quraanku ma adka kaliya bal waxaan leeyahay dadka leh quraanku adag yahay bal horta dhex galaan quraanka oo la noolaadaan oo ha eegan inuu quraanku adag yahay iyo in kale insha Allah marka waxa ka xigtoon inay fiiriyaan oo dhex galaan quraanka inay eegan oo dhex galaan waxa uu soo dhawin doonaa ha uu soo dhawin doonaa insha Allah way waxa tilmaantay bari saad noo tilmaantay inaad quraanka codad badan aad ku akhri karto way hadda sheekhaad inuu ugu akhriyayso ee inoo soo qabanaysa talaba sheekhe horta waxa jira sheekh ay aad bulshada u jecel yihiin oo dhalinyar ah oo baraha bulshadana aad u qabsaday inta badan haysta haa inta badan haysta dadkuna aad u jecel yihiin way aayad gaarana lagu bartay sheekha
ان شاء الله شيخ مقريش نحويا شيخ عبد الرحمن بن مسعد شيخ حسن ان شاء الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين جزاك الله خيرا. إلهي آيات القرآن الكريم كا وينو آخري قاري غرسومي هكا جزاي سيو إنيقنا الله سبحانه وتعالى كويكو أنا قاتي وانفع قرآن كاسي كريم كا الله إنيق يالو ورسومي مركا هاد قرآن كاخري إيسو يد كل برشيخ وبدليسو تلو محاطر انتا والله واحد شراء الشيخ يد قار هاد إيسامي وكان عدد كود التقليدين يو وكوكي هاي شيخني يو أيضا هني مك آخر نجيبة ويشيران شيخي كلو ويجون بدن وقرآن كود آد إسامي يو كا والله إسامين يو خشوع بيد ما شاء الله أنا قاعد أقول خشوع أنا كل يوم ودي أشنو ويلا خشوع تونان آيات كا قرآن كريم كا رون تي مرك هذا خريس مرسي آيات كي كورن بي حوين كهريدة يعني واحد ريم سواح كلا إلى هاي عدك عقب برك هيو نتو ينتهي لك في القرآن كو قيبته والله القرآن كذو أذو لا تطبيق تمسنو أي نسوي ذي القرآن كا أو كل بدي مدرسة إيو إش معالي العصب إن كو بلابي القرآن كا مر كان مدرسة وضبة أن طمعينا كبحو أو تو كلا شيخه كلامه تي قرانكم بدي بيو سوولين جيري وهلكي ان اول كسو بلاون بو دي بيو سوولين جيري ماركا تاس ايانا ان كديكتين قرانكا وقتيغا اد كو دهر لان كو سو قاطو فلله الحمد امكنا واي تمام ارتيدا كل بدي بلوغو سو بلاابي وقتيغا انت لي اي كو قادانيسو ايغنا تول محد فريم ديري لهيد سيبا ان دال يرد وحا كولا تني لها ان هرتي وقتي اد وبدن بي هيستان وحنا كلتنا لها مرحلة القرآن كي كلها حجران القرآن كي لنو لهين ودكتان إني ددال كنا سيحو جيان القرآن كنا يحفظيان إن هذه القرآن كي حفظيانا والله با إني وحب با نوفضانيا إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى واي هاي ولي وحي نكون حجرنا برمش كيني قرحين تا قرآن كا وحا أنا تعالى هاي
إنه بلحظنا إنه سوق بطه شيخ حيجة إنه قلت لك شيء إنه إنه آخر ده إن شاء الله. يعني نحكينا إن شاء الله الشيخ عبد الله مطرود. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. جزاك الله خير وخير الجزاء. رنتي دي وحوي ومعجزة لسورة كرة انت صور شيخ كردون يقار آمد حصوصاني با رنتي وحد حلان لها إنا تحت نباري نوسو قبطو شيخ قلي حسودين إن شاء الله الشيخ عفاس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. آيات القرآن الكريم كاه من آخر قارئ ورسامه الله سبحانه وتعالى حكي لكم ميزانك حسناتك الله قدرة إننا على سبحانه وتعالى حين وقفه رنتي وحويا وحرسون كلا قارئ ورسامي ومعجزة إلى هاي القرآن كا هكوا قصوا أننا على سبحانه وتعالى نجي لكم قصوا أو قرآن قا أنفعنا وحين قصي دواننا كنتي إيه قبل كبدي حلقة ديني قرحنت قرآنك البرنامج كان هذا الإسلام كده بس عطي أن محيط هاي وفرنتي جدا بيصير ضد رئيسة بالشدة أما لأن يرتها حتى بلعبة يا قرآنك أن فرنتي أنا ضد رئيسة وحويا أنا قرآنك بلعبان لأن يرد أن ولي بلعبين أم بان حفظين قرآنك وأي نلشين أورداني مرك الله أجو قرآنك أي كحران تهاي أن قرآنك أيانا نلشين أنفعيا نولشين أوردن أي كحران تهاي
مركها وحلي هي إن شاء الله تعالى قرآنك لن يرضى أن ولح حفظين أن بين يدو ذو كتشرتو إني حفظيان قرآنك إن شاء الله قرآنك حفظيان أو حتى ها بلابان كويان ولي بلابين وايو قرآنك هو معجزة أو حويان نولشيني مركزي الله أيغو دي نولشيني وقت علوقيا قفك قرآنك برتانا دي رنتيان وحنا ميسينينا نوحبك لنين وحينو انت هاكو سوكا فكبين دونا داو ديار حلقة ديني اينو غو مقع درني قرحين تا قرآنك او اينو غو مرتيها هاتو دبات كاني قاري ورسامي واكامي دا قرآن دا قرآنك هرسا اي مقالة ديني هركيسا وحينو هالك هاكو سوكا فكبين دونا برامشكا او اينو غو مقع درني قرحين تا قرآنك وحين يوسف تبيني يعني هو حمزة حسن يوسف حمزة تشيلاني انت هاينو برنامج كان برنامج لميدا ينفو كل ميدون وحين يقيت تغن عنك يقاري قبه سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.